حرصت الجزائر كل الحرص أن تنظم بطولة إفريقيا للمحليين على أكمل وجه. السادة والسيدات الحضور، جمهورنا الكريم، رحبوا معي بالسيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لإلقاء كلمة وإطلاق حفل افتتاح الدورة السابعة للشهر. Ladies and gentlemen, welcome with us the Algerian Prime Minister, Mr. Ayman bin Abdul Rahman, to deliver a speech before the start of the opening ceremony of the seventh session of the affair. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيداتي، سادتي، أصحاب المعالي والسادة والسعادة، السيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السيد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السادة رؤساء الهيئات الرياضية الوطنية كل باسمه ومقامه، إطارات الدولة والأمة، ضيوف الجزائر الكرام، الجمهور الرياضي الكريم، حياكم الله. دمتم ذخرا للجزائر، أسرة الإعلام الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الجزائر، أرض الشهداء، أرض الحرية، نرحب بجميع ضيوف الجزائر مؤكدين امتناننا مشاركتهم لنا فعاليات الافتتاح الرسمي لبطولة إفريقيا للأمم الجزائر. أرحب بممثلي الوفود دولة كل دولة، كما أعبر عن سعادتي بحضور هذا الجمهور الرياضي الكبير من مختلف جهات الوطن ومن الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، ليتشاركوا نبل صناعة لحظات تاريخية تجسد قيم الرياضة والتواصل الثقافي والحضاري بين شعوبنا التي تقاسمت التاريخ وتتآزر اليوم لبناء مستقبل واعد لجيل إفريقي صانع للتنمية والسلم والسلام. سيداتي، سادتي، الجمهور الرياضي الكريم، لقد وفرت الدولة الجزائرية كامل الوسائل البشرية والمادية لضمان إنجاح هذا العرس الكروي القاري، ولقد تزينت ولايات الجزائر قسنطينة وهران وعنابة بزخمها الحضاري وبعبقها، عبق تاريخها وثرائها الثقافي والفني والطبيعي، لتستقبل زائريها في ظروف تضمن راحتهم وسعادتهم وتمتعهم. كما لا يفوتني أن أشكر الجمعيات والشباب المتطوع لخدمة الوافدين ومرافقتهم، مقدمين صورة رائعة عن المجتمع الجزائري المتضامن والمتحلي بكرم الضيافة وحسن الاستقبال. سيداتي، سادتي، لقد قام السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بتدشين هذا الصرح الرياضي الذي نتواجد فيه الآن، وأطلق عليه كما تعلمون تسمية رمزية بالغة الأهمية في الضمير الجماعي للشعوب الإفريقية باسم الزعيم الإفريقي صديق الجزائر وصديق كل القضايا التحررية في العالم، رجل المبادئ والقيم، الحائز على جائزة نوبل السلام نيلسون مانديلا. إن اختيار هذه التسمية يؤكد عمقنا الإفريقي ووفائنا لأشقائنا وأصدقائنا في قارتنا الأم، وتذكيراً بأصالتنا وحرصنا على وحدة ومصلحة الأمم الإفريقية. نسعى
تسعى الجزائر من خلال تنظيم هذه البطولة إلى ترسيخ قيم التعاون والتبادل الثقافي والحضاري وتعزيز سبل التواصل والعيش المشترك بين الدول وشعوب قارتنا الأم، وتؤكد مساهمة الرياضة في تعزيز قيم التضامن والسلم والسلام. سيداتي سادتي جمهورنا العزيز، نؤكد مرة أخرى بأن الجزائر تتشرف باحتضانها هذه البطولة وترحب بالمتنافسين من كل دولة إفريقية مشاركة، ونأمل أن تكون ملاعبنا شاهدة على بروز مواهب رياضية متميزة تزيد من حماس المنافسة ومتعتها، كما نتمنى التوفيق للجنة التنظيمية للبطولة، ونشكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على ثقته في قدرة الجزائر على تنظيم هذه المنافسة. كما لا يفوتني أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل أن أشكر العائلة الإعلامية على مرافقتها لنا في هذا الحدث، ونتمنى لها التوفيق في تغطية أفضل لحظات البطولة والانتصارات وأجواء الفرح والاحتفال التي يصنعها الجمهور. في الأخير، وباسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعلن عن الانطلاق الرسمي لهذه البطولة من ملعب الزعيم نيلسون مانديلا، متمنياً التوفيق لكل المتنافسين. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.